وقطعت التأثير ورميت يا جماعة الحتة زيادة بره وجبت الدين بتاعي حطيته كده. قلنا يا جماعة هو الدين بتاعنا كده دايما في الجازمين لا عشان لزقت محتاج نزيل شوية بنزيل اسمه نيجيريا لزقت ولزقت وسميت المركب ده على بعضه ايه؟ لما كان عبارة عن باسنجر فوق والفيل بتاعه سميته كله كايمان مولكيول كايمان حطيته يا جماعة جوه البكتيريا وسبت فيها مديفيكيشن عملنا يا جماعه الابلكيشن مره واثنين وعشرة مليون وبقى عندي بلازمينات كتير زي ما انت شايف. موضوع الحصه يا جماعه اسمه البلوتين. ازاي دكتور بعد ما طلع البلازمينات دي كلها على بعضها؟ هات بقى يا جماعه البلازمينات دي واحده واحده كده طلعهم لي ورقه بتاعتي. فهجيب نفس الانزيم اللي اسمه ريستريكشن اندونيوكلين، نفس الانزيم اللي انت استخدمته في الاول. خلاص يا جماعه كده مسحت البكتيريا باعتبار ايه؟ طلعت البلازمينات بره البكتيريا. تجيب يا جماعه بيكر كده كوبايه كده مليانه انزيمات اسمها ستريتشر اندونيوكلين حطهم على البتاع ده عشان كل انزيم انا معايا يبدا يقطع في نفس المكان ده كده يقطع كده ويقطع كده اول خطوه في البلوتين يا جماعه عايز اوصل في النهايه ايه ده؟ ايه ده؟ ده يا جماعه الشريط في الدي ان ايه اللي عليه كلمه اسمها الجين لما اعمل له ترانسكريبشن مكان ترانسليشن هيديني مثلا البروتين اللي عايزه لو افترض ان هو الانسولين ازاي دكتور اقدر افصل شريط واحد بس من الدي ان ايه من الدبل ستراند ده اللي ماسك مع البلازمين الخطوه الاولى يا جماعه بعملها ان احط نفس الانزيم اللي اسمه ريستريكشن نيوكليز بكده استخدمت ريستريكشن نيوكليز كم مره؟ ثلاثه مره عشان اقطع البلازمين ومره عشان اقطع الدي ان ايه بتاعي ومره يا جماعه عشان بعد كده خالص بعد ما خلصت اعمل عمليه اسمها دلوقتي بص كده هعمل ايه؟ قطعت كده وقطعت كده ازرق يا جماعه بنفس اللون اهو بنفس اللون الازرق بص لي كده اللي باللون الاسود ده يا جماعه اهو ده مين؟ ده البلازمين اللي هو الفيكتور واللي باللون يا جماعه الازرق ده كده هو عباره عن الدي ان بتاعه طب يا جماعه هو ليه مش مرزوق؟ ليه مش مرزوق؟ عشان يا جماعه في انزيم اسمه ريستريكشن انتونيوكليز قطع كده وقطع كده بس انا يا جماعه لو قلت لك خد بقى طلع لي الدي ان بتاعك والدي ان بتاع البلازمين هتعرف؟ هعرف؟ لا مش هعرف ليه؟ عشان يا جماعه دي كوبايه كده وجواها الشرايط انت اصلا مش شايفها بعينك وحتى لو شايفها بعينك هتعرف ازاي يا جماعه ان ده بتاع البكتيريا وده بتاعك؟ دي فكره بقى عمليه البروتين ان انا هعمل ايه يا جماعه؟ اول خطوه خالص نزيل اسمه ريسكريبشن ايه اللي قطعت ده كده وقطعت ده كده طلع عندي شريطين اهو جاله معلش تقريبا حصل طلع يا جماعه شريطين اهو خلي بالك ان في فرق يا جماعه في الحجم في فرق في الطول يعني ايه يا دكتور؟ بصوا معايا كده البلون الازرق ده يا جماعه بتاعنا البلازميد اهو لو فرقته يا جماعه في الطول هلاقي عامل كده هما الاثنين يا جماعه دبل ستراند ولا مش دبل ستراند؟ دبل ستراند ده اللي كان شكله مش يا جماعه عامل زي الدايره كده ده عباره عن الدي ان ايه بتاعي اول خطوه خالص البروتين ده نستخدم انزيم اسمه ريستريكشن اندونيوكليز رقم اثنين عمليه اسمها الالكتروفوريسيس يعني ايه الكتروفوريسيس؟ الفصل الكهربي. انا يا جماعه هرسم تاني البلازمين اللي كان موجود قدامنا كده واسيبهم كلهم جنب بعض في صوره خطوات كتير. اهو يا جماعه ده كان عباره عن كذا بلازمين مع بعض. الخطوه الاولى استريتشر انتونيوكليز قطع وقطع قطع وقطع قطع وقطع وهكذا. يبقى يا جماعه كل واحد من البلازمين ده عباره عن جزئين، الجزء ده يا جماعه اللي هو بتاعي والجزء اللي هو بقيه الانزيم. او بقيه البلازمين. بحط يا جماعه المركبات اللي طلعت دي في وسط اسمه اجاروز جل كلمة اسمها اجاروز جل يا جماعة ده عبارة عن جل كده تركيبه الكيمياء اجاروز طبعا أي حاجة أخرها أوز يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن شربة اسمه الاجاروز حطيت يا جماعة دي بتاع هو الاجاروز ليه؟ ده يا جماعة الوسط بتاع الالكتروفوريسيس ده الوسط المناسب اللي أحط فيه الالكترود الموجب واللي مش عارف السالب والموجب عشان خاطر أعمل عملية اسمها الالكتروفوريسيس بس الأول يا جماعة قبل ما أعمل الحركة دي قال لي بعد ما حطيت الاجاروز هحط ماده اسمها ام اي اورنج يا جماعه ام اي اورنج اشمعنى؟ يا جماعه ايه ام اي اورنج ده عباره عن الكالاين مش كده؟ يا جماعه من ضمن وظائف الالكالاين ان هي بتيجي على الدي ان اي بتاعنا اللي هو كان دبل ستراند وتعمل فيه كلمه اسمها دي ناتشوريشن يعني ايه دي ناتشوريشن؟ يا جماعه هيبقى الدي ان اي بتاعي هنمسح ده كده خالص اهو بص هيبقى دلوقتي شكله سنجل ستراند اللي بالاسود يا جماعه دي بقايا البلازمين طبعا يا جماعه بقايا البلازمين كتير اهم دول يا جماعه كلهم مالهم سنجل ستراند
بينما يا جماعه الدي ان اي بتاع اللي كان صغير بص اهو برده مازال ماله؟ مازال سي كريستال. كل ده محطوط على وسط اسمه ايه يا جماعه؟ الورق. الورق اسمه ايه؟ ده كده اسمه اجاروز، اجاروز جين. كل ده محطوط في الاجاروز جين. دلوقتي بقى يا جماعه حط القطب الموجب وحط القطب السالب وشوف اللي هيحصل. دي ان اي موجب ولا سالب؟ دي ان اي يا جماعه كان له شحنه سالبه ولا موجبه؟ هو الهستول كان موجب ولا سالب؟ كان موجب. يبقى الدي ان اي بتاعي ماله؟ شحنته سالب. يبقى يا جماعه كده كلهم هيتحركوا ناحيه يا اما يا جماعه راح للكاثود يا اما راح للانود، يا راح للموجب وراح للسالب. وكل انا شحنتي سالبه فانا رايح لمين يا جماعه؟ للموجب اللي هو مين؟ اللي هو الانود. طب دكتور ما كلهم راحوا للانود، ثواني مين يا جماعه اللي اتحرك اسرع؟ الصغير ولا الكبير؟ يبقى يا جماعه اول ما يوصل حاجه للانود يبقى هو ده يا جماعه المركب اللي انت عايزه. اللي هو مين يا جماعه؟ الحاجات الصغيره دي كده اهي. دول يا جماعه سبقوا ووصلوا الاول. فاضل مين يا جماعه لسه بيتحرك؟ فاضل الحاجات بتاعت البلازمين. وانا يا جماعه عايز البلازمين في حاجه؟ لا. يبقى اللي وصل الاول يا جماعه ده لا انا. طب والباقي ارمي. مش عايزينه خالص. يبقى يا جماعه اول واحد وصل كان السمول ده بتاعنا، بس خلي بالك يا دكتور اللي وصل يا جماعه كام سلسله؟ يعني هم عمرهم متصلين على بعض تمام، بس واحد يا جماعه اسمه 3 5 والتاني اسمه 5 8. انا عايز اشيل واحد بس اللي تاني يا جماعه كلمه دي. قلنا اول الوان بعد ما جبت البلازمات بتاعتها قطعتهم من اسمه ايه؟ ريستريشن نيوكليس. رقم 2 عمليه اسمها الكترون فوريسيس، كانت عباره عن ثلاث خطوات. حطيته على شيت سميته اجاروسيا، وبعد كده حطيت عليه ان يوتش سودا كاويا، فوصلته الى سنجل سلام. حطيت بقى يا جماعه قطب موجب وسالب، وصل لي مين بسرعه؟ اللي هو بتاع العدد اللي هو الجين كنت عايز اعمله ريبليكيشن. خطوه رقم ثلاثه يا جماعه هشيله بقى من الاجاروس جن. انا قلت لك فصلت يا جماعه، هشيله من الاجاروس جن واحطه على ورقه بيسموها ورقه نايلون، او بيسموها يا جماعه ورقه اسمها نايترو سيليوز بيبر، او اسمها نايلون بيبر. حد يا دكتور نايلون بيبر ايه؟ بيسموه ده يا جماعه سبورتنج ميديا. سبورتنج ميديا مش مشكله. حطيت يا جماعه حطيتهم على حاجه اسمها النايلون بيبر، فسالني طب دكتور مش دي ورقه؟ ورقه. وانا يا جماعه جيت على الورقه دي وحطيت شويه دين. هو لو الورقه دي عملت كده الدين هيقع. قال لي لازم يا جماعه اعمل له فيكسيشن. لازم اثبت الدي ان ايه على الورقه دي. اثبته ازاي؟ بص يا جماعه الكلمه اللي جايه. قال لي باي بيكنج. يعني ايه كلمه بيكنج؟ بيكنج يعني ليها علاقه بالعيش؟ انا يا جماعه كلمه بيكنج معناها تحميص، احمصه. يعني ايه يا جماعه احمصه؟ يعني عن طريق الحراره هخلي الدي ان اي بتاعي يلزق في الورقه دي. عمليه رقم ثلاثه اسمها الفيكسيشن، واسمها يا جماعه انا هحطها على حاجه اسمها سبورتنج ميديا، اللي هي اما مين يا اما مين؟ يا اما يا جماعه النايترو سيلوز يا اما النايترو بيبر. بصوا كده جبت يا جماعه الشرايط الصغيره دي وحطيتها كده. الخطوه الاخيره بقى يا جماعه ده اسمه 3 5 وده اسمه 3 5 وده 5 3 وده 5 3. المفروض يا جماعه ان الجين بتاعي موجود على الشيت من الاثنين دول، بس مش الاثنين. انا عايز بقى واحد منهم. طبعا بقول لك انت لو شايفه بعينك كنت قلت لك هو اهو، بس حتى لو شايفه بعينك هتعرف ان هو 5 3. فقال لي يا جماعه طب اطلعه ازاي؟ شفت يا جماعه لما اعمل سناره عشان ارميها في الميه تطلع لي سمك؟ نفس النظام بالظبط. بصنع حاجه يا جماعه انا عارفها. بسميها كلمه اسمها برو. كلمه برو برو حاجه عامله زي السناره بالظبط. بس فكرتها ايه بقى؟ نمسح بس دول كده. الفكره بتاعتها ايه يا جماعه؟ انا عارف السيكونس بتاعي اللي انا بدور عليه. يعني يا جماعه انا بدور على الشريط ده. الشريط ده الجوال تبعه اسمه جي جي اي مثلا يعني. فصلنا يا جماعه سلسله من بره، السلسله بتاعتي دي اسمها يا جماعه سي سي تي. ويكون يا جماعه فيها فوسفيت، بس فوسفيت راديو اكتف. فوسفيت يا جماعه مشع، بحيث يعمل ايه؟ هرمي الجروب في الميديا. هيقوم ماسك مع حد يا دكتور ما هو ده كومبلمنتري ده اه يا دكتور. هيقوم يا جماعه ده ماسك مع ده كده. وعن طريق الفوسفيت المشع ده يا جماعه اقدر اعرف ان هو ده المركب بتاعي. اقوم ساحب بقى يا جماعه الجروب بتاعي كده الحاجه اللي مسكت معاه. اللي مسكت معاه ده هو اللي انت كنت عارفه. يعني يا جماعه لو انا كنت بعمل نسخه من جين الانسولين، فجين الانسولين لازم يكون دبل ستراند. بعد ما خلصت عمليه الريبليكيشن طلع البلازمين بتاعي وفي حته بتاعت الجين. شغلت انزيم اسمه ريستركشن اند نيوكليز، قطع وقطع. طلع يا جماعه عندي بقايا البلازمين والجين بتاعه. حطيناه فين؟ عمليه الكتروفوليسيس، حطيناه في حاجه اسمها الاجاروز شيل، وحطينا عليه ان يو اتش، حصل له دي ناتيوريشن، قطب موجب وقطب سالب، فصل الدي ان اي بتاعي عن البلازمين.
جيت يا جماعه الجنين بتاعي حطيته على ورقه اسمها ورقه نايلون او نايترو سيلوز وثبتها عن طريق الهيتنج عن طريق البيكنج. بعد كده يا دكتور رميت البروب بتاعي، كان لازم يكون البروب بتاعي يا جماعه سنجل ستراند ولا دبل ستراند، لازم يكون سنجل، لازم يكون كومبلمنتري للمركب اللي انت عايزه، ولازم يكون فيه فوسفيت يا جماعه، فوسفيت مشع فريديو مسك. ادي بعد كده يا دكتور عن طريق رقم خمسه على فكره يا جماعه في الراي بيسموها كلمه اسمها هايبريدايزيشن. يعني ايه كلمه هايبريدايزيشن؟ هايبريد يعني عباره عن البروب اللي انا صنعته والدي ان ايه اللي موجود جوه، لما مسكوا مع بعض عملوا غريب سميته عمليه اسمها هايبريدايزيشن. رقم سته يا جماعه عشان اشوف الفوسفيت المشع بعينيا بستخدم جهاز اسمه الراديو اوتو راديو اوتوجراف. ده يا جماعه جهاز اللي هيبقى ليه الفوسفيت اللي هيبقى ليه الفوسفيت المشع. خدت بالكم من حاجه يا جماعه؟ كده دي تجربه كانت المفروض تعملها في المعمل. لو كان حد عمل ايه ده يعمل الحاجات دي يعني. هذا المفروض في تجربه موجوده في المعمل، بس للاسف طبعا الكلام كلام كله كلام عمل، محتاجين نحفظ الكلمتين دول. ثاني الكلام ده. ممكن تقول معايا بقى؟ ممكن تقول معايا؟ احنا يا جماعه بدأنا من الاول. هنبدا بواحد بس انا مش عندي واحد، عندي كتير من دول. اهو. اول خطوه جبناها كان انزيم اسمه ايه؟ ريستريكشن انجينير دي، قطع في موقع اسمه ريستريكشن سايت كده وكده. ده يا جماعه الدي ان اي بتاعي، ده الدي ان اي بتاعي لازم انت. عملت ايه؟ رقم اثنين، رقم واحد كان ريستريكشن انجينير دي، رقم اثنين عمليه اسمها الكترو فوريسيس، كان كام خطوه يا جماعه؟ ثلاثه، بحط المركب ده على ايه؟ بحط المركب ده على اجاروز او بحطه في اجاروز جل. احط عليه اني واحد يعرف كلمة اسمها دي هيدريشن، حط موجب وسالب هينفصل يا جماعه مين؟ الدي ان اي بتاعك اهو. طبعا منفصل يا جماعه سنجل ستاند. رقم ثلاثه هشيله بقى يا جماعه من الاجاروز، خلاص الاجاروز كان بتاع الكتروفوريسس خلصت، شيله بقى من الاجاروز وحطه على ورقه كان اسمها ورقه ايه؟ ورقه ايه؟ نايلون او نايلون سيلوز، واعمل له فيكسيشن بيه. خلاص كده؟ رقم ثلاثه او رقم اربعه، انا يا جماعه بعد كده بجيب البروب، قلنا البروب هو عباره عن ايه؟ بص يا جماعه الديفينيشن هو عباره عن راديو اكتف، راديو اكتف مركب راديو اكتف مشع رقم اثنين سنجل ستراند، ورقم ثلاثه يا جماعه لازم يكون كومبلمنتري للسيكونس اللي انت عايزه. راديو اكتف سنجل ستراند عشان يبقى كومبلمنتري للسيكونس اللي انت عايزه. رميته يا جماعه الورقه فمسك مع مركب معين بعمليه اسمها الهايبريدايزيشن. رقم خمسه يا جماعه لما احب بقى ابص على الفوسفيت المشع ده او الماده المشعه بستخدم جهاز اسمه ايه؟ راديو ايه؟ اوتو اوتوجراف. راديو اوتوجراف دي يا جماعه عمليه السيميليشن بتاع الدي ان اي اللي انا عملته ده. ده كده رقم واحد. الدكتور يا جماعه عندي سؤال بيقول لي اكتب كده الكومبوننت بتاع البروتين. هتلاقي يا جماعه السؤال ده منتشر جدا في المنتجات الدكتور ايه الكومبوننت؟ يا جماعه الكومبوننت هي عباره عن اللي هو الاليمنت 1 2 3. فيا جماعه بص الكومبوننت هنا ايه؟ الانزيم كان اسمه ريستريكشن انتريبليس. بعد الانزيم عملنا ايه؟ الكترو فوريسيس حطيناه في اجاروس جيل، ادي رقم 2 الكترو فوريسيس. شيلناه حطيناه على ورق اسمها سبورتنج ميديا اللي هي المادة سيلوز. رقم اربعه عملنا كلمه اسمها هايبريدايزيشن بتاعت الجروب. رقم خمسه الريديو اوتوكاب. ده الكومبوننت. طب ما تقول اشرح وخلاص. يا جماعه قال لي كومبوننت قال لي اشرح هو نفس الكلام ده. دلوقتي هشوفك على الواد اسمه الكومبوننت في الخلايا الوسط اللي اسمه يا جماعه اشرح يعني بيجي في الامتحان دي بقى. انواع البروتين يا جماعه ثلاثه. انواع البروتين ثلاثه. كان في راجل زمان اسمه ساوفر. اسم لكن اسمه ساوفر. ده يا جماعه اللي اتكلم عن موضوع البروتين وده اللي علمني وانا يا جماعه بقى شريط من الدي ان اي يكون مكمل للشريط اللي انت عايزه. بس يا جماعه في فوسفيت مشع راديو اكتف. يعني ايه بروب يا جماعه؟ ثلاث ارباع كان هو بيكون في راديو اكتف وكان لازم يكون سنجل ويكون كومبلمنت. هو يا جماعه الاكتف ده اسمه جي جي تي تي هيمسك مع سيكونس تاني مكمل ليه. ده يا جماعه كده ده ستار بي او بتعرف على حاجه اسمها تي. لو حبيت يا جماعه امسك في ار ان اي فدي عمليه ثانيه براجل ثاني او نوع ثاني يا جماعه اسمه النورث مش عكس ساوث كان نورث كان اسمه ساوث وهم نادوا اللي بعديه اسمه نورث. لو كان ده يا جماعه بقدر اكشف فيه عن الدي ان ايه بقدر اكشف فيه عن الار ان ايه. اسئله تمسك يا جماعه.
لسه النوع الاخير قسم الويسترن ده اكتر سؤال بيجي في الامتحان. ليه بقى يا جماعه؟ هو انا حولت الدي ان ايه بعمليه اسمها ترانسكريبشن. عمليه ايه يا جماعه؟ حولت الدي ان ايه الى ار ان ايه، الار ان ايه بحوله الى بروتين. لو حبيت يا جماعه افرق البروتين من بروتينات ثانيه اعمل له سيميليشن ازاي؟ قال لي حط برو، حط سناره. بس ينفع يا جماعه تكون السناره دي عباره عن الريديو اكتف سنجل ستراند كومبلمنتري بروتين؟ هو البروتين ده عباره عن قواعد الانجينير؟ لا ده عباره عن ماي ماس. ينفع يا جماعه صنع سلسله اسمها اوليجو نيوكليوتايد تتابع للقواعد البروتينيه معينه يمسك مع البروتين؟ لا. هو يا جماعه لو في بروتين غريب دخل جوه جسمي بسمي البروتين الغريب ده كلمه اسمها ايه؟ انتي. انا محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج انتي بودي يتعرف على البروتين ده ويمسك معاه. اخر صفحتين في شابتر البروتين كان عنوان كبير اسمه السيباريشن اوف البروتين على حسب السايز وعلى حسب الشارج وعلى حسب الافينيتي انتيجين انتي بودي رياكشن. سؤال ام سي كيو يا جماعه بيجي في الامتحان دايما، الويسترن بلوتنج بتساوي كلمه اسمها الاميونو اميونو بلوتنج. الجروب اللي بستخدمه يا جماعه هو عباره عن انتي بودي. بص معايا بقى ده بفصل بيه ساوثرن دي ان ايه، عكس الساوث يا جماعه كان نورثرن، بس بفصل بيه الار ان ايه والويسترن بفصل بيه البروتين. لو قلت لك فين الجروب هنا يا جماعه؟ هو عباره عن فوسفو او سوري ريديو اكتف سنجل ستراند وكومبلمنتري اوليجو نيوكليوتايد. يعني ايه اوليجو نيوكليوتايد؟ تتابع لقواعد الجينيه معينه. يمسك في الدي ان ايه او يمسك في الار ان ايه. لكن ما ينفعش اقول لك كده يا جماعه. الجروب هنا از انتي بودي. بستخدم يا جماعه الويسترن تكنيك دي عشان خاطر اتعرف على بعض المرات في مرض اسمه سيستميك لوبس هيستروباتوزيس. ايه ده؟ انا عندي اوتو ميون ديزيز اجينست مين يا جماعه؟ سنارد. فكده يا جماعه البلوتنج عشان خاطر بس اطمن على البلوتنج قبل ما اقفل قبل ما اعديه نسال كده الناس سؤال اخير حد يرد عليا يا جماعه. خطوات البلوتنج كانت ايه؟ كانوا خمسه. الاولى قطعت الانزيم اسمه الاسترينج الكتروفيز كانت كام خطوه؟ ثلاثه. حطيته على اجاروز وحطيت عليه مواد عملت الكتروفيز طلعتهم من الاجاروز وحطيتهم على ورقه نايترو سيلوز او نايترو وعملت لهم بيكنج. حطيت البروب، قلنا البروب كانوا ثلاث كلمات ريديو اكتف وسنجل ستراند وكومبلمنت الحاجه اللي انت عايزها. الجمله الاخيره بتقول يا جماعه؟ قال لي وبعد كده بشوفهم عن طريق جهاز سميته ريديو ايه؟ ريديو اوتوغرافي. ثلاث انواع صوت ده كان بتاعي دي ان ايه. طب والويسترن بتاعي؟ ويسترن كان بتاع البروتين والنورثن كان بتاع الاري. الحاجه الوحيده يا جماعه المختلفه هي الويسترن اسمها تاني اميونو. يعني ايه اميونو؟ يعني انتي بوديز بستخدم الاجسام المغطى كفلوس. بصوا يا جماعه الكلمه اللي جايه دي يا جماعه كلمه اسمها فاريبل. ركزوا عشان خاطر هما الاثنين ديفينيشن عايزين نخلص منها عشان عاملين ازمه. فاريبل number of tandem repeat polymorphism. ممكن يا جماعه تقول الديفينشن ده كله في حاله وتقول يعني ايه كده بس كام بوليمورفيزم؟ انا هسال سؤالك دلوقتي انا لون عيني اسود مثلا واعتقد ان دي حاجه كده انا لون عيني اسود والراجل ده لون عينه اسود الجين بتاعي غير الجين بتاعه. هو ده عشان خاطر لون عينه اسود يبقى هو عنده مرض؟ انا عشان خاطر لون عيني اسود يبقى انا عندي مرض؟ وانتم مع الوان مختلفه اهي؟ لا، ده اسمه فاريشن، ده اسمه اختلاف ما بين نفس الفصيله نفس النوع. احنا يا جماعه كبشر المفروض لما اجي ابص يا جماعه على الهيموجلوبين كبروتين ينفع يا جماعه يكون الهيموجلوبين بتاعي رقم 6 عندي جلوتال ورقم 6 عندك فريد؟ لا، يبقى اما انت طبيعي يا اما انا طبيعي. ابص على بقيه الناس، انت مع بقيه الناس كلها جلوتامين يبقى انت مش طبيعي، يبقى انت عندك مشكله في الهيموجلوبين. لكن يا جماعه انا لون عيني مش عارف ايه، وانت ليه اقول لك اخضر وهو لون عينه ازرق؟ هل يا جماعه يبقى انت سليم وده مريض وده مش عارف ايه؟ لا، دي فريش. امال يا جماعه طب انا شكلي مش عارف عامل ازاي؟ ما انا يا جماعه عشان شكلي مختلف عنك يبقى كده في مشكله عندي او عندك؟ لا، ده الفريش. امال يا جماعه انا مختلف عنك ليه؟ امال ايه اللي هيخليني انا مختلف وانت ليك حاجه مميزه بيك وانا ليه حاجه مميزه بيا؟ بعض الفريش. مش دايما يا جماعه اختلاف القواعد النيتروجينيه الموجوده في البشر بيمثل مرض. لا، يا جماعه لو جيت على بروتين اسمه الالبومين كان موجود يا جماعه الامينو اسيد رقم 6 اسمه كذا، اتغير. لا، اتغير دي مشكله، ده مرض. لكن يا جماعه في بعض الاختلافات موجوده في البشر
بعض الاختلافات موجودة في الأنت، بعض الاختلافات موجودة في البكتيريا، بس ده يا جماعة ما أثرش عليها. ما زالت نفس الفصيلة، فصيلة يعني يا جماعة؟ فصيلة يعني سبيشيز. ايه معنى كلمة فصيلة؟ فالاختلافات يا جماعة في الإنديفيدوال في الأفراد الموجودة في الفصيلة ممكن تكون في اختلافات بس نورمال. عشان كده يا جماعة بصوا هو إيه؟ فاريبل نمبر. طبعا فاريبل جاية من كلمة اسمها فاريشن، اختلافات. هي عدد تاندم ريبيتد. يعني ايه يا جماعة كلمة تاندم؟ أكيد يا جماعة في الكورس بتاع الدولمر كان اسمه إيه؟ كان اسمه تي تي اي جي جي تي. كان اتكرر كام مرة يا جماعة؟ كان طول كام؟ قال لي من 650 ل 2500. امال التي جي اي جي 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 كان كام واحد؟ ست. يتكرروا ورا بعض. خلص خلص مثلا يا جماعه ناخد مثال صغير كده. جي سي مثلا اهو. هو يا جماعه الوحده بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها جي سي. تعالوا نكررها كده. جي سي جي سي جي سي جي سي جي سي. شايف بكررهم ازاي؟ بكررهم يا جماعه كتير ورا بعض. ده كلمه ثالث معناها تكرروا ورا بعض. قلناها زمان باك تو باك ورا بعض. طبعا يا جماعه كلمه فول مفرد معناها ايه؟ معناها تشابه. يا جماعه بصوا كلنا كده عندنا بعض القواعد الجينيه الموجوده جوانا بتبقى مختلفه بين البشر والتاني. بصوا يا جماعه في كلمه اسمها سكاتر. يعني ايه سكاتر؟ السكاتر يا جماعه اللي متبعتره، يعني مترميه في كل حته في الجينوم بتاعي. وده اللي مخلينا مختلفين عن بعض. لكن هل ده مرض يا جماعه؟ لا. بقول لك يا جماعه ودي اللي بتدي للدي ان ايه بتاعي كلمه اسمها فينجر برنت. هو انا يا جماعه لو لقيت شويه دم وعين في الارض وجيت حلتهم وخدت الدي ان اللي جواهم مش هقدر اقول ان الدي ان ده بتاع فلان؟ ليه يا جماعه عدلت تعرف؟ زي ما انت يا جماعه صباعك في فينجر برنت في بصمه برضه بتدي له بصمه. والبصمه دي عن طريقها اقدر يا جماعه اعرف مين صاحب البصمه دي. ده يا جماعه اساس الطب الشرعي. لما الاقي مش عارف شعرايه واقعه ممكن من خلال الدي ان اللي موجود فيه اعرف الشعرايه دي راجعه لمين. فيا جماعه بيقول لي ان ده حاجه طبيعيه موجوده في البشر، اختلافات ما بين نفس النوع من الفصيله بتؤدي الى فينجر برنت الدي ان، بتميز الدي ان بتاعي عن بتاعك عن بتاع فلان عن فلان عن فلان. بس بص معايا بقى، في عنوان تاني يا جماعه اسمه ريستريكشن فراجمنت لينس. طبعا لينس يعني طول. بوليمورفيزم. ده بقى يا جماعه الديفينيشن ده بيلخبط لي كويس. حد يقول لي تاني يعني ايه كلمه بوليمورفيزم؟ سواء كلمة بوليمورفيزم المكتوبة دي أو الديفينيشن كله على بعض. يعني يا جماعة هو عبارة عن الفاريشن اللي بيحصل في تداخل القواعد النيتروجينية الموجود في البشر. غالبا بيكون سكتر متبعثر جوه الجين وبيديني كلمة اسمها فينجر برنت بتاع الجين. يبقى إذا إحنا يا جماعة كبشر عندنا اختلافات فاريشن بس طبيعية. لو حصل يا جماعة الفاريشن ده في موقع اسمه الريستريكشن سايت دي بقت مشكلة. ليه يا جماعة؟ انا الفاريشن اللي بعمله بعمله في حاجات زي لون العين، لون الشعر، شكل الشعر، شكل الوش، حاجات كلها ما زالت في نطاق النورم. لكن لو غيرت الريستريكشن سايت لا ده كده يا جماعه لو اتغير الانزيم بتاعي مش هيتعرف عليه وبالتالي مش هعرف اشتغل عليه. لو غيرت دي مشكله. يا جماعه لو كانت الفاريشن اللي حصل في الناس الطبيعيه حصل في موقع اسمه الريستريكشن سايت فسبب المشكله بتاعتي اسمها الريستريكشن فراجمنت لينس بوليورنال. ده بيحصل امتى؟ قال لي مثلا يا جماعه فاكرين لما حصل ميوتيشن في البيتا تشين وغيرت الامينو اسيد رقم 6 وشفت الجلوتامين وحطيت بنين. هو يا جماعه التغير ده بيحصل في مقطع قريب من حاجه اسمها الريستريكشن سايت. المقطع اللي ما كانش موجود يتغير في حالات الميوتيشن بتاع البيتا سيل او بتاع السكر سيل انامي في البيتا تشين بتحصل المشكله. انا جوجل باختصار شديد. فين يا جماعه الطبيعي؟ الطبيعي ده ولا الطبيعي يا جماعه الفاريبل نمبر ولا الطبيعي هو الريستريكشن؟ الطبيعي الفاريبل ان احنا يا جماعه كلنا فينا بعض الاختلافات اللي موجوده على تي ان اي طبيعي مربوط ومتبعتره يا جماعه بصوره اسمها سكاتر جوه الدي ان اي بتاعنا وده مديني كلمه اسمها ايه؟ فينجر برنت. لو حصل يا جماعه ان الفاريشن ده حصل في موقع اسمه ريستريكشن سايت ساعتها المشكله بتاعتي تبقى اسمها يا جماعه ريستريكشن فراجمنت لينس بوليمورفيزم. لو جالي سؤال يا جماعه في الامتحان عرف ريستريكشن فراجمنت لينس بوليمورفيزم بص انا اعرفه ازاي؟ عرف لي الكلمه دي الاول. يعني ايه بوليمورفيزم؟ فاريشن في القواعد النيتروجينيه في النيوكليوتايد سيكونس وفي الانديفيديوالز الافراد يا جماعه اللي من نفس الفصيل. رقم اثنين هقول يا جماعه بعد كده اف لو حصل البوليمورفيزم ده في موقع اسمه الريستريكشن سايت يبقى هو ده المرض بتاعه. زي ايه؟ قال لي زي الميوتيشن اللي حصل في الجيتا جي. ثلاث كلمات هم يا جماعه ثلاث كلمات هو عباره عن
variation في النيوكليوتيد سيكونس اوف individuals اوف same species. لو حصل التغير ده في مكان اسمه restriction site حصل لي مشكله اسمها كذا زي الميوتيشن بتاع الميوتيشن. انت هنا؟ حد وقف؟ طيب عايزين بقى كمان نوصل للنوع بتاع المنطقه النهارده. عنوان سهل كده اسمه البي سي ار. ده يا جماعه تقريبا ثاني سؤال في المذكره دي. المذكره دي يا جماعه هتلاقيها في الاخر على الرقم الطويله دي اربع اسئله. سؤال الابيتوزس وسؤال الميوتيشن ده احتماله اكبر والسؤال اللي جاي ده اسمه البي سي ار ويفضل سؤال الحصه الجايه اسمه الجي 7. هم دول اربع اسئله هتلاقيهم في المذكره. بي سي ار. طب يا جماعه احنا بنشوف في الشارع كتير في مره من المرات قريت كده يا جماعه الاعلان مكتوب بيقول لك التحليل الكمي للفيروس بين قوسين بي سي ار. صوت ايه يا جماعه البي سي ار؟ يعني ايه التحليل الكمي للفيروس؟ يعني ايه كلمه بي سي ار؟ دي يا جماعه دي اول كلمه بتقول بي سي ار معناها بوليميريز. ممكن نسكت شويه. بوليميريز تشين رياكشن. ايه يا جماعه البوليميريز ده؟ البوليميريز ده كده كلمه اسمها ايه؟ بوليميريز الجهاز ده يا جماعه بيستخدم حاجه اسمها الدي ان ايه بوليميريز. خلي بالك المعلومه دي. الانزيم الوحيد اللي موجود في الجهاز ده اسمه الدي ان ايه بوليميريز. ايه سميته يا جماعه تشين؟ السيارة يا جماعه فكرته كانت طفره في الاجناس الوراثيه كلها. لما اكتشفنا البي سي ار كل حاجه اتغيرت، كل المفاهيم اتغيرت. عارف يعني ايه بي سي ار؟ اولا يا جماعه البي سي ار دي مش بكتيريا وده مش فيروس، ده جهاز. الجهاز ده يا جماعه بيعمل الوظيفه اللي كانت البكتيريا بتعملها. فاكرين البكتيريا كانت بتعمل ايه؟ فاكر خطوات الجيني من الجيني كنت بعمل ايه؟ باجي يا جماعه على الجين بتاع البكتيريا اللي هو كان اسمه بلازميد واقطعه. واجي على الدي ان ايه بتاعي واقطعه. واخد الدي ان ايه بتاعي واحطه جوه البلازميد. واخد المركب ده كله على بعض وادخله جوه البكتيريا. واقول لها اعمل لي ريبليكيشن يلا. فاكر كنت بقول لك يا جماعه اعمل ريبليكيشن مره و10 و100 و1000 ومليون. مش حاجه اسمها مليون. يعني انا كام مليون بلازميد جوه البكتيريا؟ مفيش كده. كنت بديك بس يا جماعه مجازر. لكن مفيش مليون. يا جماعه البكتيريا هتديني رقم بس مش الرقم اللي انت متخيله، مش الرقم الكبير. وبعد كده لازم افصل ولازم اقطع ولازم اعمل في موضوع كبير. دي سي ار ده عباره عن جهاز بحط فيه يا جماعه جين واحد من الدي ان ايه يبدا يعمل تضاعف في الدي ان ايه صوره سايكل في صوره مراحل. لا تقول لي بقى يا جماعه البكتيريا والبكتيريا مش عايزه تعمل ريبليكيشن دلوقتي وظبط الظروف وظبط درجه الحراره وظبط المواد اللي الغذاء الجلوكوز مفيش حاجه من الحاجات دي خالص. هو جهاز بشغله حطه جواه جين وسين. بيقول لي يا جماعه بيوصل الى ملايين النسخ بعد عدد السايكل باين جدا. تعال بس نفسر كلمه بوليميريز. ليه سميته بوليميريز؟ عشان خاطر الانزيم اسمه دي ان ايه. يا جماعه سميته تشين. يعني ايه سلسله؟ بصوا يا جماعه كده فاول مره كنت بدخل الدي ان بتاعي دبل ستراند اهو. اول تيرن او اول سايكل الشريط الواحد بيبقى عندي نسخه منه. كده انا عندي كام نوع يا جماعه؟ كام جين من الدي ان ايه؟ اثنين. السايكل اللي بعديها هاخد يا جماعه ده كل واحد من ده يديني اثنين. بقى عندي كام؟ اربعه. الاربعه في السايكل اللي بعديها بقوا كام؟ ثمانيه. والثمانيه في اللي بعديها بقوا كام؟ 16. واللي بعديها مش عارف بقوا كام وكام 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 لحد يا جماعه في خلال 20 سايكل ممكن اوصل ل 2 مليون نسخه. ازاي؟ ايه يا جماعه الفكره اللي حصلت دي؟ يا جماعه فكره الريبليكيشن اللي بتحصل جوه البكتيريا بس انا اللي بعملها بنفسي. طب هعمل كده ازاي؟ يا ريت يا جماعه نركز مع بعض كده. عايز بس افسر ليه سموه تشين؟ ليه سموه تشين؟ قلت له لان هو سلسله. ده كده في اول سايكل طلعت كام دي ان ايه؟ كام نسخه؟ اثنين. مش انتوا دول يا جماعه لو انتج من السايكل الاولى هيدخلوا كام مواد داخله بتدفعوا في سايكل رقم كام؟ في سايكل رقم اثنين. تطلع كام لازم يا جماعه؟ اربعه. السايكل رقم كام دي؟ اثنين. مش دول نواتج هيكملوا بعد كده كام مواد داخله بتدفعوا في السايكل اللي بعديه؟ اهي معايا اهي. فجماعه بيقول لي هي عباره عن خطوات اربعه. سايكل دي تخلص تبدا اللي بعديها، تخلص تبدا اللي بعديها، تخلص تبدا اللي بعديها. برضه ايه فكرة؟ يا جماعه ازاي بقدر احلل ان اقول الفيروس وعندي العيان ده كميته كبيره، بينما العيان ده الكميه بتاعته قليله. ازاي ده بتعمل كده؟ بس خلونا نتكلم يا جماعه عن الجين بتاع الانسولين اسهل الاول. انا دلوقتي قدرت استخلص الجين بتاع الانسولين من جسمي. اهو ده الجين بتاع الانسولين. سنجل ولا دبل ستراند؟ دبل ستراند اهو. اللي هعمله يا جماعه بقى ان انا هجيب جهاز اسمه البي سي ار. قال لي بس بص يا دكتور
عندي رقم واحد شرط. قلت له ايه الشرط؟ الشرط الاولاني لازم اكون عارف كتابه ولا قواعد الهيدروجينيه المعينه الموجوده على شريط الدي ان ايه. على الشريط يا جماعه لو ده اسمه 3 5 يبقى كان اسمه كام؟ 5 3. اشترط عليا شرط قال لي لو كان الدي ان ايه بتاعك طويل جدا انا ما يهمنيش. يهمني بس يا جماعه يكون عندي طول لو حط 4 5 20 قاعده هيدروجين. بص كده ده اسمه ايه؟ جي 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 جي. لازم اكون عارف ليه. هو يا جماعه الانزيم بتاعنا كان اسمه ايه؟ دي ان ايه بوليميريز. هو يا جماعه دي ان ايه بوليميريز كان انشيت؟ لا كان انشيت فلازم اصنع له برايمر وده اللي انا عايز اعمله. قال لي يا جماعه في شرط عندنا لازم اكون عارف كذا ولا عشان اصنع قصاده برايمر. قصاده ايه بقى يا جماعه؟ سي 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 سي. ما يهمنيش بقى يا جماعه هو البرايمر ده دي ان ايه ولا ار ان ايه يكون زي ما يكون مش فارق معايا. المهم عندي يا جماعه يعني هي كام دي؟ لو اصلنا وصلنا نشوف اسمه كام؟ 5 3. لازم يا جماعه اكون عند النهايه الثانيه برضه عارف شويه سيكونس اهو. مثلا خلطان ده يا جماعه اسمه سي سي سي. يبقى يا جماعه اصلنا البرايمر اسمه ايه؟ اسمه جي جي جي. يبقى الشرط الاولاني لازم اكون عارف تتابع لقواعد الهيدروجينيه معينه ويكون حتى عنه غايب. خدت بالكم يا جماعه التتابع ده موجود عند النهايه كام بتاع الام؟ شايف؟ عند 3 بتاع الام 3 بتاع الام. مش فاهم برضه. طب كمل معايا. بيقول لي يا جماعه بيكون عندي انزيم اسمه الدي ان اي بوليميريز. ماشي. انا يا جماعه عارف تتابع القواعد الهيدروجينيه وصنعت برايمر اهو. بصوا يا جماعه كده دي كوبايه اهي بيكر اهو مليان بالبرايمرز اللي انا صنعتهم. هصنعنا يا جماعه بتاع مليون برايمر ولا حاجه. طبعا من ده ومن ده. ده يا جماعه البرايمرز. في نفس الوقت الانزيم ده عشان خاطر يشتغل محتاج ماده اسمها الديوكسي جي تي بي والديوكسي تي تي بي والديوكسي اي تي بي والديوكسي سي تي بي. تمام كده. نبص كده يا جماعه هنعمل ايه؟ اول خطوه هنبدأها اول خطوه هنبدأها في جهاز البي سي ار اهو. طبعا يا جماعه الشريطين دول دلوقتي ماسكين مع بعض. ركز من اول اللحظه دي اللي كنا بنتكلم فيها. في اللحظه دي يا جماعه بجيب بقى الدي ان اي بتاعنا اللي هو عباره عن الجين بتاع الانسولين واحطه جوه الجهاز. رقم واحد وابدا اعمل كلمه اسمها ديناتوريشن. يعني ايه ديناتوريشن؟ ابدا اكسر الهيدروجين بوند الموجوده في النص دي. ليه يا جماعه؟ عشان افصل الشريط ده لوحده وافصل الشريط ده لوحده. دكتور بص مجازا فصلنا الشريط ده خالص اهو وفصلنا الشريط ده اهو. طبعا يا جماعه دي نهايه كام؟ 3 مكون دي 5. فصلنا ازاي يا دكتور؟ قال لي عن طريق الهيت تاني. لما رفعت درجة الحرارة بتاعة المحلول بتاعي لدرجة يا جماعة توصل إلى من 94 إلى 96 درجة بخلال أو بخلال دقيقتين. يبقى يا جماعة هسخن دقيقتين درجة الحرارة دي من 94 ل 96 ساعتها يتفصل الشريط ده كده ويتفصل الشريط ده كده. مين دول يا جماعة؟ دول البرايمر. خد بقى يا جماعة الكوباية بتاعة البرايمر وصبهم في المحلول بتاعك. دكتور البرايمر الاولاني اهو والبرايمر الثاني اهو اتضرب. هيمسك يا جماعه؟ لا مش هيمسك. ليه؟ درجه الحراره كام؟ هو ايه اللي خلاه يتفصل؟ عشان درجه الحراره عاليه. عاليه. قال يا جماعه رقم اثنين هعمل كلمه اسمها ريناتوريشن. هو يا جماعه لو كانت ريناتوريشن حصل لما زودت درجه الحراره. ريناتوريشن يحصل ازاي؟ باي كولينج. قلل درجه الحراره لحد ما اوصل ل 60. ساعتها يا جماعه هيقوم البرايمر ده ماسك في النهايه كام كده يا جماعه؟ 3. والبرايمر ده ماسك في النهايه كام؟ حد قال لك دكتور طب ليه ده ما مسكش معانا؟ طب ما هو ده كومبلمنتر ده. ليه يا جماعه تاني ما يجيش ماسك في الشيلد الاصل بتاعه؟ هو يا جماعه شوف الفصل بالحراره مين حركته اسرع من التاني؟ الشريط ده ولا الشريط ده؟ يعني يا جماعه هل اسهل ده يتحرك ويروح يمسك في ده ولا اسرع ده يتحرك بسرعه؟ صغير اسرع فراح يا جماعه مسك. مين معايا دلوقتي يا جماعه؟ الانزيم اللي اسمه دي ان اي بوليميريز موجود هو مع الحاجات دي كده مع بعض في اهو. وصلت ده كمان يا جماعه. يعني ايه بقى يا جماعه دي ان اي بوليميريز؟ هل الدي ان اي بوليميريز كان بيشيت الريبليكيشن؟ لا وعشان كده صنعت له مين؟ البرايمر. رقم ثلاثه يا جماعه صب بقى الانزيم اللي اسمه دي ان اي بوليميريز بس اسمع وزود درجه الحراره الى 72 درجه. ليه؟ دي درجه الحراره المثاليه اللي هيشتغل عليها الانزيم ده. مش بس كده وحط كمان عنصر مغنيسيوم. ايه المغنيسيوم؟
عامل مساعد للانزيم. ساعتها يا جماعه الانزيم هيبدا يقرا، بص كده مثلا بيفكر، هيبدا يقرا يا جماعه هنا عندي جي، يبقى انا محتاج ايه الناحيه الثانيه؟ معايا يا جماعه سي اهي، واحط هنا سي، محتاج تي، يبقى محتاج قصادها ايه؟ وابدا اطول ده كده وابدا اطول ده. كده بقى عندي كام نسخه؟ بقى عندي يا جماعه نسخه اهي ونسخه اهي، دي في اول سايكل. تاني سايكل هنقول نفس الكلام في تاني سايكل. بص يا جماعه تاني سايكل اللي بيحصل فيه، هعمل الاول، هعمل الاول انكريشن مثاله سكر، هحضر الحراره كام؟ 96 او 94 كده 96 لمده دقيقتين. ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هيتصل ده كده وهيتصل ده كده. وانا كنت مصنع مين الاول؟ برايمر، ونحط البرايمر بقى. قال يا جماعه البرايمر هيمسك؟ لا مش هيمسك. ليه يا دكتور؟ عشان درجه الحراره يا جماعه ما زادت عنه. رقم اثنين اعمل رينيتريشن، وساعتها يا جماعه قلل درجه الحراره هيمسك البرايمر ده كده وهيمسك البرايمر ده كده. خد بالك المره دي عايز كام برايمر؟ وبعد كده يا دكتور حط بقى الانزيم اللي اسمه دي ان اي بوليميريز، ودرجه الحراره كام؟ 72، ومع عنصر اسمه عنصر المغنيسيوم، وسيبه يشتغل يا جماعه، هيقوم يطول الشريط ده كده وهيطول الشريط ده كده وهيطول ده كده وهيطول ده كده. يبقى معاك كام نسخه كده؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. لو كررت السايكل تاني ايه اللي هيحصل؟ هيبقوا 8، 8 مرات هيبقوا كام؟ يبقى يا جماعه انا بعمل ايه؟ اللي انا بعمله هو ان انا بستخدم الجين بتاعي عشان اصنع منه كذا نسخه. انا يا جماعه دلوقتي عندي السكر، عندي دايبيتس ومحتاج انسولين. لما جيت انا باخد انسولين المصادر الحيوانيه عندي منه حساسيه. الحل هيجيبه من الانسان. ينفع يا جماعه اخد الانسولين بتاع الراجل ده عشان اخف؟ طب ما هو هيجيله دايبيتس. خدت من الراجل ده يا جماعه جين واحد بس. خليه واحد. مش هيد اصلا الجين الواحد ده يا جماعه حطيته جوه الدي سي ار وطلعت منه 2 مليون نسخه. ال 2 مليون نسخه دول يا جماعه عينت منهم واحد حطيتهم جنب كده عشان خاطر احتاجه بعد كده. بقيت 2 مليون عملت لهم ترانسكريبشن ترانسليشن جبت انسولين واخدت الانسولين ده. انا خفيت ما عادش عندي دايبيتس. خلص يا جماعه الانسولين محتاج تاني. طب انا كان معايا جين واحد اهو حطه جوه الدي سي ار طلع منه 2 مليون نسخه. يا جماعه ال 2 مليون دول بعد 20 سايكل. تخيل بقى لو عملت انا 100 سايكل شوف الرقم هيبقى عامل ازاي. يا جماعه كان بقى عندي عدد لا محدود من جينات الانسولين، بقى عندي عدد لا عندي عدد كبير جدا. بس ظهرت مشكله. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكله يا جماعه دلوقتي انا كنت بعمل ايه؟ مش كنت الاول بسخن فيتصل الشريطين عن بعض. بص بقى معايا كده عشان هنظبط المعلومات اللي احنا قلناها شويه. مش انا يا جماعه كنت بضيف او بسخن درجه الحراره 24 96 فيتكسر الدي ان اي تمام. وبعد كده كنت بضيف البرايمر واقلل درجه الحراره عشان خاطر يرجعوا يمسكوا مع بعض يا جماعه تاني. اهو ده برايمر وده برايمر. بعد كده ضفنا مين؟ ضفنا مين؟ دي ان اي بوليميريز وحطينا معايا يا جماعه طلعنا النيتروجينيه دول تمام كده؟ تمام. خلصت السايكل الاولى وصنعت يا جماعه اهو وصنعت اهو. خلي بالك ان المحلول بتاعنا جواه دي ان اي بوليميريز. دلوقتي يا جماعه هعمل ايه؟ هكرر السايكل تاني، هبدا بيه. بسخن لحد كام؟ 94 96. لكن يا جماعه لما كان بيقول ان الانزيمات الحراره لو زادت عن درجه الحراره المثاليه هتبدا يحصل لها كلمه اسمها الدينيتوريشن. يبقى انا كده يا جماعه لما اجي اعمل السايكل الجديده وازود درجه الحراره الدي ان اي بوليميريز اللي كان موجود من السايكل القديمه هيتكسر. صح؟ يبقى كده مضطر اعمل ايه؟ في السايكل الجديده حاطط دي ان اي بوليميريز جديد. السايكل اللي بعديها دي ان اي بوليميريز جديد، واللي بعديها دي ان اي بوليميريز جديد، اجيب مين الدي ان اي بوليميريز كل مره. لو هعمل يا جماعه 20 سايكل عايز 20 دي ان اي بوليميريز. مليون سايكل مليون دي ان اي بوليميريز، مفيش. مش هعرف اعمل كده. عشان كده يا جماعه قدرنا نستخلص انزيم بنجيبه من البكتيريا. بكتيريا يا جماعه اسمها الثيرموس اكواتيكس. يعني يا جماعه كلمه ثيرموس اكواتيكس؟ ثيرموس يعني ثيرموفيلك. يعني ايه ثيرموفيلك؟ محبه للحراره. يا جماعه الطبيعه بتاع البكتيريا دي اصلا بتعيش عن درجه حراره تقريبا 96 لمتر. يعني يا جماعه دي بتتكسر لما زود درجه الحراره. اسمه يا جماعه ثيرموس اكواتيكس تاج دي ان اي بوليميريز. جبته من بكتيريا من اسمها مكتوبه هنا اسمها ثيرموس اكواتيكس. ولا معنى كلمه اكوا؟ اكوا يعني ميه. دي يا جماعه بكتيريا بتعيش في الينابيع في ميه الينابيع اللي بتكون ميتها سخنه. عشان كده يا جماعه لما قدرنا نطلع البكتيريا دي
ومستخلص من جواها الانزيم حطيناه في الجهاز ده. ليه بقى؟ بصوا يا جماعه الفكره دلوقتي بتاعت الجهاز بقت عامله ازاي بعد ما اتطورت. بقى بيسموا يا جماعه الجهاز ده كلمه اسمها اوتوميتد. يعني ايه اوتوميتد؟ يعني اوتوماتيك. يعني ايه اوتوماتيك؟ حد بس يمليني، انا عايز ايه يا جماعه عشان خاطر اعمل العمليه دي؟ رقم واحد محتاج الجين بتاعنا اللي هو بتاع الدي ان، ولازم اكون عارف السيكونس معين عشان خاطر اصنع قصاده يا جماعه برايم. ومحتاج انزيم اسمه ليه؟ اسمه الكامل بقى ثيرمس اكواتيكاس تاج دي ان اي بوليميريز. عشان ده يشتغل محتاج عنصر اسمه عنصر ايه؟ ماجنيزيوم. ومحتاج تدفع لقواعد نيتروجين معين اسمه ايه؟ ديوكسي جي تي بي وسي تي بي مش عارف. جهز لي كل دول، جهزتهم، جبت الاهاب، اول حاجه اهو الدي ان اي بتاعنا. صنعت شويه برايمر كده بتاع مليون 3 مليون برايمر، قمت حاططهم يا جماعه جوه المحلول بتاعنا اهو. دول برايمر كتير اهو. رقم ثلاثه جبت الانزيم يا جماعه اللي اسمه التاج دي ان اي بوليميريز اهو. خلي بالك يا جماعه ان هو ثيرمو ستيبل مش هيتكسر بقى بالحراره. رقم اربعه حطيت المغنيسيوم وحطيت طبعا القواعد النيتروجينيه دي. وبعدين بقى هظبط الجهاز ان هو يظبط نفسه لوحده. يعني ايه يا دكتور؟ هخلي يا جماعه الجهاز رقم واحد يبدا يسخن لمده دقيقتين لدرجه حراره توصل من 94 الى 96 لوحده بقى اوتوماتيك. دكتور لما يوصل درجه الحراره 94 الى 96 هيحصل ايه يا جماعه في الدي ان اي؟ هيحصل له دينيتريشن. لما الدقيقتين يخلص هو برضه لوحده خلاص بقى انا حاطط كل الحاجات دي موجوده اهي، يبدا يا جماعه اقل درجه الحراره لحد كام؟ لحد 60 تقريبا. ساعتها مين هيمسك؟ البرايم. كلمه اسمها رينيتريشن. بعد كده يا جماعه يزود درجه الحراره لحد كام؟ 72 عشان مين يشتغل؟ انزيم اللي اسمه التاك جي ان اي بوليميريز. خلصوا ونرجع نكرر السايكل تاني. الاول سخن لحد كام؟ 94 لمده دقيقتين يتفصل الشريط. اقل درجه الحراره يمسك البرايم. يشتغل بقى الدي ان اي بوليميريز مش محتاج اضيف. ليه يا جماعه؟ لان هو ثيرمو ستيبل. فبقت العمليه بتاعته دلوقتي اوتوماتيك اوتوميتد لوحده بقى. انا بظبطه كده يا جماعه ان هو كل دقيقتين يزود يقلل يرجع ل 72 وسيبه لوحده. انت بس اصمت عايز تعمله يا جماعه كام سايكل وسيبه يشتغل بقى. تبقى فكره الجهاز يا جماعه بعد ما صنعته حطه جواه الجين وسيبه. تعالى بعد مش عارف كام دقيقه هتلاقي عندك ملايين النسخ يا جماعه طلعت من الجين بتاع الكسور. خلي بالك بقى يا جماعه بيقول لي ان الدي ان ايه بتاعنا لو انت مش فاكر فاكرين يا جماعه لما جينا زمان قلنا في عنوان اسمه دي ناتوريشن وري ناتوريشن. فاكر الدي ناتوريشن كان معناه ايه؟ سيبريشن اوف الدي ان ايه بعد الزمن. فاكر يعني ايه كلمه اسمها ري ناتوريشن؟ افكرك بقى كان يا جماعه ري ناتوريشن نوعين، يا اما كلمه اسمها انيلينج يا اما كلمه اسمها هايبريدايزيشن. يعني ايه انيلينج؟ فاكر لما قلت لك يا جماعه معناها ان الدي ان ايه رجع مسك مع مين؟ مع دي ان ايه؟ لان هايبريدايزيشن مسك الدي ان ايه مع ار ان. طب اللي حصل دلوقتي يا جماعه لما انا عملت السيبريشن اهو دي ناتوريشن وحطيت برايمر وبرايمر ده يعتبر اسمه انيلينج ولا اسمه هايبريدايزيشن؟ انيلينج. ليه؟ عشان انا لما صنعت البرايمر صنعته دي ان ايه. لكن لما قلت لك يا جماعه بجيب سيكونس هنا ده اسمه الانيلينج. دكتور انا كنت بصنع ار ان اي زمان يا جماعه عشان الانزيم اللي كان بيصنعه اسمه ار ان اي بوليميريز. انا مش فارق معايا مين البرايمر، انا ما يفرقش برايمر هو مين، انا اهم حاجه عندي في البرايمر. قلت يا جماعه الكلام ده كان بتاع الام ثلاثه، ده كان بتاع الام ثلاثه اهو. بصوا الشريط الدمر اسمه كام لكام؟ خمسه هنا. ده اللي انا عايزه ان يكون في عندي نهايه ثلاثه اقدر امسك فيها واطول الشريط. يبقى عندي نهايه اسمها ثلاثه امسك فيها واطول الشريط. عموما عايزين نعرف البي سي ار. حد يعرف البي سي ار؟ هو يا جماعه الاول البي سي ار ده جهاز ولا بكتيريا؟ يعني دي حاجه حيه ليفنج يعني؟ لا. قول لي يا جماعه هو عباره عن باورفول تكنيك. باورفول تكنيك دي اول كلمه قالها. بص الكلمة اللي جاية يعني ايه يا جماعة كلمة اسمها انفيترو؟ هو ولا بره؟ ففي كلمة اسمها انفيترو وان فيفو. انفيترو حرف التي اهو يقول لك أنا موجود أوت سايد. انفيترو يعني بره أوت سايد. انفيترو دي حاجة موجودة بره. يعني يا جماعة بره جسمي مش فيا أنا كإنسان ومش في بكتيريا. عبارة عن باورفول انفيترو تكنيك بستخدمه عشان اعمل كلمه اسمها امبليفيكيشن. يعني ايه امبليفيكيشن؟ تضاعف. مالتيبليكيشن تضاعف يا جماعه الجين اب تو مليون تايمز. يا جماعه الارقام او الملايين الارقام في خلال شورت تايم. اكثر ميزه يا جماعه مميزه للبي سي ار هو حاجتين. فاست فيري فاست
سرعته عاليه جدا وفيري سبيسيفيك، يعني دي نتيجه سريعه في نفس الوقت سبيسيفيك. اكثر كلمه مهمه كلمه فاست، فهي احنا يا جماعه كتير قوي البي سي ار. نكمل كلامنا. الخطوات بتاعتنا ايه بقى؟ حد يمليني كده. اول خطوه ايه يا جماعه؟ عملت ايه في دي ناتوريشن؟ الناس اللي بتتكلم سخنت لحد 94 الى 96 موتت، وبعد كده يا جماعه حطيت البرايس وقللت درجه الحراره عشان يعملوا كلمه اسمها ري اند ويمسكوا مع بعض. مسكوا عند النهايه كام؟ ثلاثه. هو يا جماعه لو البرايمر ما مسكش في الدي ان ايه يبقى المشكله فين كده؟ لو البرايمر ما مسكش وانا عملت رجعت درجه الحراره زي ما كنت عايز وما مسكش يبقى كده يا جماعه صنعت برايمر غلط، تدور قواعد النيتروجين بتاعنا غلط. عشان كده بيقول لي لازم يكون البرايمر ماله يا جماعه؟ لازم يكون ماله؟ كومبلمنت في الدي ان ايه. كلمة كومبلمنتري يا جماعة هتكتبها بالطول معناها كلمة اسمها فلانك. فلانكت يعني كومبلمنتري. يعني فلانكت معناها مسك معاه. خلطه مسك فيه، ما هو مسك فيه لازم يكون كومبلمنتري. مسك البرايمر، عامل ايه بعد كده؟ أضيف انزيم اسمه ايه؟ أضيف انزيم اسمه ايه؟ التاج تي ان اي بوليميريز. ومعاه عنصر اسمه عنصر. فجيت ومعاه ديوكس جي تي بي وسي تي بي واي تي بي ومش عارف ايه. ونزل درجة الحرارة لحد كام؟ 72. اشمعنى 72؟ درجة الحرارة المثالية للإنزيم وسيبه يشتغل عشان يعمل يا جماعة 8 أسهم. ليه استخدمنا يا جماعة الإنزيم بتاع بكتيريا اسمها ثيرموس أكواتيكس؟ عشان دي بكتيريا فيها إنزيم بيبقى ثيرموستيبل، أصل يا دكتور أصلا ثيرموفيليك. إيه أكتر ميزة يا جماعة في البي سي آر؟ إن هو فاست وسبيسيفيك. إيه استخدامات البي سي آر؟ دي آخر حاجة أقولها يا جماعة. آخر حاجة أقولها. ايه استخدامات البي سي ار؟ واحد، قبل ما ابدا يا جماعه الاستخدامات، حد يمليني كده بقى مين الكومبوننت بتوع البي سي ار؟ مين يا جماعه اللي هيشغلوا البي سي ار؟ محتاج كام حاجه؟ مين ده يا جماعه الاول؟ لازم يكون عندي الدي ان بتاعي اللي هو الجين بتاعي اللي هو الانترستنج او الانترستنج جين. رقم اثنين هصنع له برايمر. لازم يكون يا جماعه ماله كومبلمنتري للدي ان بتاعه. رقم ثلاثه بحتاج انزيم. فاكر يا جماعه البيكر هنا كان مليان برايمرات وهناك كان في انزيم مليان او بيكر مليان انزيم اسمه الدي ان اي بوليميريز اشترطنا يكون اسمه يا جماعه ثيرموس اكواتيكاس تاك دي ان اي بوليميريز. عشان الانزيم ده يشتغل محتاج عنصر اسمه عنصر ايه؟ مغنيسيوم، ومحتاج ايه كمان؟ ديوكس جي تي بي وسي تي بي واي تي بي وتي تي. اخر حاجه يا جماعه بيحتاج حاجه اسمها بافر. ايه البافر؟ وانا جامد مش معقول حاططهم في على ورقه عشان يعملوا كده. لازم يكونوا موجودين في محلول. محلول يا جماعه ده بافر بيحافظ على البيتش بتاعتنا الطبيعيه عشان البيتش له دور في شغل التنزيل في الاكتيفيشن بتاع التنزيل. خلاص؟ دي يا جماعه الكومبوننت اهو. اول خمسه زي الكلام اللي قلناه عليه، ورقم سته بس نتكلم عن الوصف بتاعنا اللي هو رسمه الفرد. اخيرا ايه استخدامات البي سي ار؟ يا جماعه بصوا معايا، انا دلوقتي جاي لعيان المستشفى شاكك ان هو عنده هيباتايتس. حلو. عملت له يا جماعه تحليل في الدم لقيته ان هو ما عندوش. مع ان الاعراض اللي عنده بتقول ان هو عنده فيروس. اعمل يعني يا جماعه تحليل كامل للفيروس؟ بصوا معايا. لو انا يا جماعه خدت عينه من الراجل ده والراجل ده سليم، ما عندوش الفيروس يعني. خلي بالك بقى ان انا بكون عارف تتابع القواعد النيتروجينيه اللي موجوده في الفيروس، ده الفيروس. ده يا جماعه تتابع قواعد نيتروجينيه وده، انا عارف. عشان وصلنا قصاده مين يا جماعه؟ برايمر وصلنا على برايمر. حلو الكلام؟ انا خدت عينه من نفسي وانا سليم ما عنديش فيروس. حلو؟ ايه خطوات البي سي ار؟ رقم واحد يا جماعه سخنت، كان المفروض يحصل ايه؟ ينفصل شريطين الدي ان ايه، انا اصلا ما عنديش شرايط. طيب بعد كده يا جماعه مين؟ البرايمر، هذا برايمر وهذا برايمر، وقللت درجه الحراره. هيمسكوا في حاجه؟ حطيت الدي ان اي بوليميريز والقواعد النيتروجينيه، هل يا جماعه بتيجي بوليميريز يعملني حاجه؟ خلصت السايكل كله، عملت السايكل الثانيه، عملت حاجه؟ ثالثه، الرابعه، العاشره، لحد ما وصل يا جماعه للسايكل رقم 20، كان المفروض لو ده في حاجه تطلع 2 مليون نسخه. طلع يا جماعه اي حاجه؟ يبقى انا كان عندي؟ لا انا ما عنديش خالص. لكن بصوا معايا يا جماعه، يا جماعه افهم ان انا خدت منك العينه وحطها في جهاز البي سي ار، انا مش عارف الكلام ده جوه جسمك، ده انفيترو. ايه اللي بيحصل يا جماعه لو في فيروس؟ انا يا جماعه قللت درجه الحراره، فانفصل الشريطين دول عن بعض، هذا شريط وهذا شريط. حطيت البرايمر وقللت درجه الحراره، امسك برايمر هنا وامسك برايمر هنا. حطيت الدي ان اي بوليميريز، ده طول
وده طلب. بعد كام نسخه بعد اول سايكل اتنين من الفيروس، ما كنتش شايف الفيروس يا جماعه، ما كانش ظاهر قدام الاول. دلوقتي بقى عندي اتنين، بعد ثلاثه اربعه سايكل بقى عندي مش عارف كام، كمان لحد ما اوصل يا جماعه ل 2 مليون فيروس. واحد يقول لي طب انت كده بوظت العيان. هو ده يا جماعه جوه العيان؟ انا باخد منه عينه واحطها في الجهاز وابص عليها. لو طلع 2 مليون يبقى هو كان عنده بقى فيروس من الاول. هو يا جماعه ال 2 مليون دول كان اصلهم كام؟ فيروس واحد. طب يا جماعه لو لقيتهم 4 مليون هو كان عنده كام فيروس؟ اثنين. لقيته مش عارف كام مليون فهو عنده كام؟ يبقى يا جماعه بصوا بعد كده كميه الفيروس عنده قد ايه على حسب عدد السايكل اللي انا عملتها. فلو كان يا جماعه المفروض في اول سايكل يديني اثنين، هو ما ادانيش اثنين، ادانا اربعه، يبقى كان هم في الاصل اصلا 2 فيروس. الثاني مش عارف مليون، يبقى هم في الاصل كانوا مش عارف كام، هم نص مليون مثلا. وهكذا بقى قدرت كده يا جماعه احدد الكميه بتاع الفيروس. فانا يا جماعه عارف الطبيعي لو عندي دي ان اي واحد بعد السايكل الاولى بطلع اثنين. انا بعد السايكل الاولى طلعت 10 يبقى انا كان عندي 5. طلعت 1000 يبقى انا كان عندي 500. طلعت مليون يبقى انا كان عندي 500000 وهكذا. الكميه بتاع مش مهم الكلام ده يا جماعه، عايز بس اعرف استخدامات البي سي ار ايه؟ قال لي رقم واحد بستخدمه فيه. رد عليا انا. بستخدمه يا جماعه في تشخيص الانفكشن. لو واحد يا جماعه عنده انفكشن زي ما قلت لك من شويه، واحد عنده هيباتيتس، واحد عنده اتش اي في. مين اتش اي في ده؟ ده ليه؟ الهيومن اميون سبريسيف فايروس. الفيروس يا جماعه اللي بيعمل انهبيشن اميون سبريسيف يعني بيقلل جهاز المناعه في الانسان. هو اسمه تاجد ايدز. رقم ثلاثه يا جماعه اعمل دايجنوزيس للميوتيشن. ازاي؟ ها على اساس المعلومه اللي اديتها لك، تعرف تقول لي ازاي؟ هو يا جماعه بصوا الطبيعي بتاعنا، الطبيعي بتاعنا ان يكون تتابع القواعد النيتروجينيه هنا كده سي سي جي جي. ده النورم. دلوقتي يا جماعه لما احب اعمل بي سي ار بتاعنا عشان اعمله برايمر، البرايمر بتاعنا هيبقى اسمه ايه؟ جي جي سي سي. حصل ميوتيشن. حصل الطرد. خلاص كده؟ وده اتغير. اسمه يا جماعه سيسي. هل ده يمسك بعدها؟ لو حطيته في البي سي ار هيديني نتيجه؟ لا. طيب يا جماعه دي ممكن بس مبسطه قوي كده للمشكله. رقم ثلاثه يا جماعه ممكن استخدمه في تشخيص بعض الامراض اللي بيسموها برينيتال. عارف يعني ايه كلمه برينيتال؟ هي يا جماعه كلمه نيونيت طفل لسه مولود. برينيتال يعني قبل الولاده. الولاده يا جماعه طبعا انتوا سمعتوا عن الكلام ده، ده ممكن اشخص المشكله اللي عند الطفل هو لسه ما اتولدش وهو لسه في الرحم. وعالج المشكله وهو لسه في الرحم. لما ناخد الحصه الجايه في اسمه جين ثيرابي. يبقى يا جماعه كده شخصت الانفكشن اللي هو المرض والطفره والمشكله عند الطفل الصغير. ممكن يا جماعه دي مره رقم اربعه اعمل كلمه اسمها جين ثيرابي. ايه جين ثيرابي ده؟ يعني ايه لك الجينات؟ يا جماعه انا دلوقتي عندي مشكله في الجين الفلاني. طب ايه رايك بقى يا جماعه؟ لما اشيل لك الجين القديم اللي بايظ ده خالص واحط لك مكانه جين جديد. يعني بدل يا جماعه ما تقعد كل شويه تقول لي خد انسولين خد انسولين خد انسولين. طب ما انا اجيب لك الجين ده يا جماعه وازرعه. والجين نفسه بقى كده هيديني ريبليكيشن ويديني كذا جين ويديني يديني انسولين. مش الجين عندك فايل ليه كل شويه اديك انسولين؟ طب ما اديك الجين نفسه، ما اديك يا جماعه الماستر بتاع الانسولين. جين ثيرابي اخر يا جماعه طرق العلاج دلوقتي، احدث طريقه في العلاج. انا هاخدها الحصه الجايه ان شاء الله. رقم خمسه يا جماعه في التشو ترانسبلانتيشن. زراعه بعض الاورجن. يا جماعة على فكرة الجين اللي كنت بزرعه عند العيان ده، الجين اللي كنت بزرعه عند العيان جبته منين؟ قال يا جماعة كل مرة هحتاج أدي عيان جين أروح أجيبه من إنسان سليم. أنا هجيب جين واحد من إنسان سليم وأدخله البي سي آر وأطلع مليون جين وأزرع بقى في اللي أنت عايز تزرعه. آخر حاجة يا جماعة رقم سبعة أو رقم ستة عنوان اسمه الفورنسيك ميديسن. يا جماعة الفورنسيك ميديسن ده فورنسيك ميديسن الطب الشرعي. الطب الشرعي يا جماعه ده عباره عن كلمتين اتنين. يعني الطب الشرعي كله على بعضه عباره عن كلمتين اتنين بالظبط. اللي هم اب ومجرم. يعني ايه اب ومجرم؟ راجع في سي اكشن كتير يقول لك ايه مش عارف لقينا بصمة مش عارف مين او لقينا مش عارف شعرايا مش عارف من مين او لقينا في شويه سكين تحت ظفر الضحيه فلما طلعت وكشفت عليه عرفت عن طريق الجن الموجود جواه اللي هو بتاع فلان. فيا جماعه ده بستخدمه في حاجه اسمها الكريمنال انفستيجيشن. حد يقول يا جماعه اعرف ازاي بقى ان هو كريمنال انفستيجيشن؟ لو انا مش شايف كلمه اسمها الفينجر برنت بتاع دي ان اي صح؟ ايه اللي كان بيعمله يا جماعه؟
الحاجات المتشابهه ولا الحاجات اللي فيها فاريشن؟ الحاجات اللي فيها فاريشن. اول افضل ايه يا جماعه الافضل؟ يا جماعه في طفل صغير مختلفين مين ابوه؟ ممكن يا جماعه عن طريق الدي ان اي بتاعنا اخد الدي ان اي بتاع الاب واخد الدي ان اي بتاع الاب ساعتها نشوف المشكله دي. فالطب الشرعي كل الامر نقص في كلمتين اب وبين اب مجرم او ضحى مجرم وبين وطبعا. الست حاجات الامتحان بيكتب البي سي ار مش في حاجات كتير في مصر. ديفينيشن كومبوننت هم الستبس وبعد كده الاستخدامات. انت بتنسى الاستخدامات يبقى انت كتبتي استخدامات يا جماعه بشخص كده الطفل الصغير كان المفروض كان في جدا في الاستخدامات يا جماعه زمان كان بيعدوا 10 دلوقتي بقوا 6 عمر. كل يا جماعه انا طبعت في انفكشن ميوتيشن وبريتال ديزيز. اعالج ازاي؟ يا اما التشو يا اما الجين. واخر حاجه يا جماعه الفورنسيك ميديسن. تعالى كده المذكره. لكن كده واقول عن اللي بيعمله. بيعرف كلمة بوليمورفيزم.
Polymorphism refers to the DNA sequence variation between the individuals of a species. اختلافات ما بين الانديفيدوال في نفس السبيشيز. If the sequence variation حصل في restriction site ده اسميها حاجة اسمها restriction fragmentless polymorphism زي الميوتيشن. اللي بعديه يا جماعة variable number of tandem repeat polymorphism ده طبيعي بقى يا جماعة اللي بيحصل فيه كلمة these are short sequence of DNA at scattered location of the gene. ايه اللي بعديه بيقول يا جماعة بيقول لي the number of these repeat units varies from person to person. ده يا جماعة اللي بيختلف من شخص لآخر. ده اللي بيعرف الجملة رقم 3 عن حاجة اسمها الفينجر بلانت. ايه اللي بصفحة UTR 2015 ده يا جماعة تالت سؤال في المذكرة دي. ستيبس يا جماعة ايه رأوا معايا كده الستيبس؟ دي ناتوريك ده تو ستراند DNA are separated by heating at 94-96 for 2 minutes. دي بعديها أنيس. The two primers are added to bind نهاية 3 بتاع target DNA. The target sequences of DNA must be flanked. يا جماعة flanked تسميها يعني ماسك مع complementary مع chain extension. DNA segments are copied. مكتوبة مرة الكلمة دي في حرف أول مرة. Copied by thermos aquatic stack polymerase. درجة حرارة 72. This enzyme is derived from the thermos aquaticus bacteria which lives in the hot water springs. It is very deep. يا نبي. طبعا يا جماعة فوق الرياكشن كومبوننتس الدور فيه كل واحد اللي انت استخدمته ايه وكل واحد استخدمه. وطبعا استخدام الفيسيو.